أبدت أوساط حقوقية وشعبية تأييدها لمقترح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن حصر السلاح بيد الدولة، مشددين على ضرورة منع المظاهر المسلحة خارج الأطر القانونية. نطالب الحكومة العراقية والجهات الأمنية أن يكون حصر السلاح بيد الدولة حصرا، ولا أن يكون بيد العابثين وخارجين عن القانون، ليحس المواطن العراقي بالأمن والأمان تجاه حكومته ودولته. ونحن نطمح من الدولة تفعيل دورها وتفعيل القانون وتطبيقها بصورة صحيحة على الجميع بدون استثناء. فعلى الحكومة أن تقوم بحملات تفتيش ممنهجة ومنظمة في الأماكن التي يتواجد فيها ويكثر فيها السلاح، ويجب على الحكومة أن تمارس دور الترغيب والترهيب في عملية التفتيش وحصر السلاح بيدها. ندين هذا الشيء، ونريد من الأحزاب خاصة أن تلتزم بهذا المنهج، وأن يكون السلاح حصرا بيد الدولة والقانون فوق الجميع. هذه خطوة راح تقلص من عديد المسلحين في داخل العاصمة العراقية. أيضا كل الفصائل العراقية يجب أن تكون تحت مسمى الدولة العراقية بشكل رسمي وبشكل واضح. من ضمن هذه التسميات هم الحشد الشعبي، أيضا أنطوا تحت مظلة القوات العراقية والحكومة العراقية. لذلك هي خطوة موفقة بقدر ما هي سوف توفر الأمن لهذا البلد.